اليوم بدنا نحكي على موضوع كتير مهم، شو الساعة وأفضل ساعات نزلوا على السوق حالياً، وإذا أنا بدي أشتري ساعة ب2024 أي ساعة بختار وشو الطريقة. بليز عطينا هيدا الموضوع لأنه كتير بنسأل عنه، فتابعوني بهيدا الفيديو. طيب أول شغلة مهمة بدنا نحكي عنها هي موضوع إذا أنت إنسان رياضي ولا أنت إنسان عادي. إذا أنت إنسان رياضي فأنا بنصحك بساعات مثل جارمن. ليش دائما بتقول جارمن؟ ليش ما بتقول سونتو، كورس أو بولر؟ لأنه صراحة اللغة العربية ما في دعم بهذا الموضوع، فكرمال هيك دائما بروح على ساعات جارمن لأنه بتدعم اللغة العربية بشكل كامل ورائع جدا. ولا تنسوا ساعة جارمن الحلو فيها أنه فيها دفع إلكتروني. معظم الساعات الرياضية ما فيهم هذا الموضوع، وهذا الشيء كمان بيأثر على الأشخاص. يعني مثلا بالكويت فيك أنت تدفع عن طريق هذه الساعة، لكن السعودية منا موجودة هذا الموضوع، بنوك بين بعض والتعامل مع الشركة اللي هي جارمن. فأكيد في كتير دول عربية ودول أجنبية بتدعم موضوع الدفع الإلكتروني عن طريق الساعة الجارمن. هذا الشيء ممتاز جدا وفيها تفاصيل وموضوع المؤشرات الرياضية منا موجود بساعات مثل بولر أو سونتو إلى آخره. هلأ في عندهم مؤشرات رياضية ورائعين جدا، ولكن هون عندك تفاصيل فعلا فخامة وقوة. ولا ننسى كمان شغلة كتير مهمة هي موضوع الخرائط. ساعة جارمن معروفة بموضوع الخرائط، يعني هي عندها الخريطة الخاصة فيها، كيف جوجل عنده خريطة إله، كيف مثلا أبل عندها خرائط تعولة، هول عندهم خرائط، يعني في طيارات عم تطير وعم تصور والآخرة. بينما الساعات التانية اللي بتشوف عليهم خرائط بيكونوا صور، عبارة عن صور مأخوذين، وما بتقدر تروح من منطقة لمنطقة وتروح من نقطة لنقطة والآخرة. فهذا الموضوع بيأثر على الساعات. فساعة جارمن من ناحية الخرائط هي هيدي السبب انه الساعة غالية من رخيصة. طيب شو افضل ساعة بالنسبة لموضوع الساعات الجارمن؟ انا بشوف الـ 965 ممتازة جدا. عندك اذا بدك تنزل اقل بالنسبة للاسعار عم نحكي على 165، 265 كمان ممتازين هدول الساعات. اذا بدك ساعة ديلي وممتازة جدا وللرياضة ولشخص عادي وفيها سبيكر والى اخره، فبنصحك بالفنيو 3. بالنسبة لي انا بستعمل ساعة الجارمن أبيكس 2 برو. هذه هي الساعة. هذه الساعة المميز فيها شغلتين كتير مهمين. أول شغلة يلي هي موضوع حساس القلب اللي هو جنريشن 5 الجديد اللي نزل على الساعات، مو كل الساعات عليهم هذا الموضوع. تذكر هذه النقطة، في تحسين بنسبة 20 ل 25 ل 30% أحيانا بتصل هذا الموضوع، بينما ساعات الجارمن القديمة مثل 965، 165، 265 كلهم عليهم حساس القلب القديم، تذكر هذا الموضوع. بينما ساعة الفنيو 3 مثل ما كنتم شايفين هيدي الفنيو 3 عليها الحساس القلب الجديد، وهذا الشيء ممتاز جدا. طب شو الفكرة من حساس القلب الجديد؟ إذا أنت عايش بأمريكا أو بعض الدول الأجنبية فهيدا الحساس عليه اللي هو الـ ECG أو تخطيط القلب بيشتغل عندك 100%، وطبعا حيصير متداول بمعظم الدول العالم قريبا، يعني عم بيمشوا بهذا الموضوع. ولكن الساعة كمان فيها شغلة مميزة غير موضوع حساس القلب إنه هو جديد، عندك شغلة مميزة اللي هي الضوء. هيدا الضوء الرائع اللي موجود بالساعة ما تتصور قديش استعماله لإلي، يعني عم بستعمله كل يوم كل يوم كل يوم شي 5-6 مرات باليوم يعني، فممتاز جدا ورائع جدا. فهيدا الشيء يلي مسكني بهيدي الساعة. وطبعا لا ننسى أداءها بالنسبة للـ HRV، المؤشرات الرياضية، التفاصيل كلياتها اللي حكيناها بتفاصيل كتير كبيرة عن هذه الساعة. بالنسبة لساعات الورق أس، أنا بالنسبة إلي حسب اختباري للساعات شفت ساعة شاومي ممتازة جدا بكل النواحي، يعني إنه كساعة أوفرول كلياتها ممتازة جدا، من ناحية المعامل مع هذه الساعة، من ناحية التصميم، السرعة، الشكل العام إلى آخره، والسعر الرخيص كمان هذا الشيء ممتاز جدا بهذه الساعة. طبعا اكيد عندك ساعة سامسونج، ولكن سامسونج عليها الاكزينوس، وانا عرضت الفيديو وحكيت عن هذا الموضوع انه في فرق بالسرعة بيناتهم، يعني هيدي فيها بطء شوي ساعة مقارنة بالسناب دراجون اللي هو موجود على ساعة شاومي. فانا بالنسبة لي الاثنين ممتازين، ولكن انا افضل ساعة شاومي لساعة كديلي ووتش. بالنسبة لساعات الاميزفيت بشوف ساعة اللي هي البالانس ساعة رائعة جدا. هيدي الساعة عن جد ممتازة جدا يا شباب، والله العظيم انا ما عم بحكي، ما الشركة ما دفعت لي ولا عطيتني مصاري انه بليز حكينا عن هيدي الساعة، حتى لو عملت هيك انا بحكي لكم بالصراحة ومن الاخر. هيدي الساعة الاميزفيت بعتبرها هي الساعات المميزة عند اميزفيت، يعني كب الساعات كلها على جنب،
هيدي الساعة بكل تفاصيلها حلوة، فيها خرائط أون أوفلاين، عندك تركيب الجسم، عندك تفاصيل بالساعة من ناحية اللي هو الاستعداد للرياضة. بتفيق الصبح بتقلك الساعة أنت هلأ مستعد للرياضة ولا لا، يعني بتحس حالك عندك جارمن بسعر رخيص، يعني حق الساعة بحدود $200 أو أقل، حبتوصل $180 هيدي الساعة. فأنا بشوفها ساعة ممتازة جدا وبنصح فيها كل شخص. إذا بدنا نحكي على الساعات هواوي، أنا برأيي الساعة الوحيدة اللي خرج تنشرها هي ساعة الهواوي Watch 4 Pro. هدول الساعات عن جد مميزين بكل النواحي، فيها موضوع يلي هو تخطيط القلب، فيها تفاصيل عن فحص الشرايين، سحب الطريطة 4 أيام 5 أيام تبقى عندك، ولكن فيك تحولها لتصير مثل ساعة الجي تي، بتصير 14 يوم الساعة، بتخسر كتير أمور، فيها واي فاي الساعة، فيها تفاصيل حلوة، فيها دفع إلكتروني، كل شيء شريحة إلكترونية موجودة بالساعة. هلأ بالنسبة لموضوع الساعات الأبل ووتش، أنا برأيي ساعة الأبل ووتش ألترا رائعة رائعة رائعة، إن كانت الووتش ألترا 1 أو 2، ولكن 2 في عندها ميزة حلوة كتير إنه عليها ساعة تخزين أكبر. هذا الشيء مهم للأشخاص اللي بيحطوا أغاني بالساعة، بيحطوا تطبيقات بالساعة، فهذا الشيء ممتاز. والشغلة الثانية كمان يلي هي موضوع جستر، اللي هن إذا أنت عم تعمل هيك بإيدك بتلاقي الساعة عم تتجاوب معك عن طريق دبل تاب يلي موجودة بالساعة، فممتازة جدا، وكتير أوقات بتعوزة عن جد بتعوزة هيدي الميزة. صح يمكن انه انت تقلي انا عندي الالترا 1 انقل على الالترا 2 مشان هالميزة، لا اكيد ما تنقل على الالترا 2. لا تنسوا انه هلأ حتنزل الاكس، مفروض عم بيقولوا على الاكس وعم بيحكوا عن الالترا مع بطاريات افضل، عم نحكي على تفاصيل كتير حلوة بالساعات يلي هن حينزلوا بشهر 9 بسبتمبر ان شاء الله. والشغلة الحلوة بساعات ابل يا شباب انه هي بينزل عليها الاوبريتنج سيستم يلي هو اخر شيء نزل، يعني اذا نفترض اشتريت ساعة اللي هو ابل ووتش الترا 2 هلا، ولكن انت اجيت تفاجأت انه هي نزلت الاكس الجديدة مثلا، يا ريتني نطرت شوي، ما مشكلة اذا ما نطرت منا مشكلة، ولكن كل شيء سوفت وير تعديلات والى اخره بينزل على الساعات القدمة، يعني منا مثل الشركات الثانية بيتعاملوا لا هيدي الساعة بس عليها بنزل ابديت فقط، هذيك الساعة خلص انت اشتريتها بنفس السنة ولكن ما بنزل عليها هذا الابديت، يعني هيدي مشكلة كتير كبيرة. ولكن هون عندك بساعة ابل ووتش او بابل ووتش ان جنرال عم نحكي على ساعات ممتازة جدا من ناحية الابديت كسوفتوير. بالنسبة لموضوع الباند، انا حامل بايدي ساعة اللي هي شاومي سمارت باند 8 برو، انا بشوفها هيدي الساعة الممتازة جدا الرائعة بالنسبة للساعات تاني. بعرف في عنا سامسونج وفي عنا هواوي، ولكن انا صراحة بعد التجربة شفت شاشة اكبر، تعاون مع الساعة رائع جدا، تفاصيلها حلوة، كل شيء فيها حلو هيدي الساعة، فبشوفها مميزة جدا بالنسبة للاشخاص اللي حاب يقتني ساعة باند، ولكن هي اكبر من الباند شوي، فممتاز جدا. اذا انت عندك هواوي او عندك الباند 8 او باند 9 من هواوي او حتى السامسونج الفت 3 كمان ممتازين، ما فيها حكي عليهم، ولكن بشوف كباند بشوف هيدي الساعة يلي هي ساعة الشاومي ممتازة جدا يا شباب ويا صبايا، فعلا اثبتت جدارتها، ولا تنسوا سعرها الممتاز المنافس جدا بالنسبة للساعات التانية. حاترككم الفيديوهات، اذا حبيت تشوفوا القناة عندي لا تنسوني بالدعم باللايك والسبسكرايب، واذا عندكم اي كومنت كوريا تحت يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.